قرت عينك يبا بعميمه. ايه قرت عيني بعميمه وقرت عيني فيكم كلكم. حبيبي خلي التلفون. الو هلا يبا. ايه بيت جاسم؟ لا لا جاسم مو موجود. شلون؟ أدلة الجنائية؟ يا معود خبصني ولدي صاير في شيء؟ عطني بحضر. لا ألو شنو صاير؟ إيه شنو صاير؟ أي أدلة؟ ش أدلته؟ ليش أدلة جنائية؟ جاسم أخوي إيش فيه؟ عيل ليش هو هناك؟ يبا هذا اللي يقولون جاسم ما طالك عمره. شنو ممكن تسوي عشان تحسن الوضع؟ ولا شيء. اللي راح راح. واحنا عيال اليوم. بصراحة مدير ودي افتح قلبي واقول لك شيء بس يعني بصراحة ما ادري احس اني مستحي ما ادري اذا اللي بقوله غلط ولا صح بس كلمة بقلبي وودي اقولها. قولي وانا قاسم. أحس إني لحظة بس أرد على البيت. ألو هلا والله إيش فيك يا بلال؟ إيش صاير زين؟ زين خلاص كان جاي جاي اهدي زين اهدي يلا جاي بالدرب يلا 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 إيش فيك صاير؟ لازم أرد البيت بسرعة. زين ليش؟ خلاص صايرة سالفة هناك. زين تبي انا اسوق؟ لا لا خلاص ما له داعي. زين انت متوتر خلني انا اسوق. الامور طيبة خلاص غدير. زين دير بالك. كتب أبوي كلمة الموت وإيده كانت ترجف من الخوف. ما يدري كان يكتب نهاية جاسم ولا كان يحل متاهة أمي اللي مالها مخرج. بعد ما وصي هلا هلا في الوالد هلا هلا في ابوك ما قصر معك كل اللي تبينه سوالك اياه يكفي انك تخرجتي هني ووظفك مني. لا 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 يا ابتهال
هي اللي ما قصرت، جابت لي اعلى الدرجات ورفعت راسي قدام الناس كلها. جيت بتوسط لها، شنو مش حق توسط لها درجاتها، هي اللي توظفها. شفتي؟ شفتي يوم الفرق بين كلامك وكلام ابوي؟ شفتي شلون كلام ابوي عسل وكلامك سم؟ انا ما ابي اكل عليكم بالعافيه. قاعده شنو عليكم بالعافيه؟ خلاص قالت امك هالكلمتين زعلت وبكمشين؟ قاعدي يرضيك يبا؟ يرضيك كل يوم تقطع علي كلام؟ خلاص يبا ما عليه امك ترى وايد حساسه. قاعدي علشانك انت بس. علشان ابوك ها؟ صدقين؟ ودي اصكك بالماعون على وجهك. خلاص يا ابتهال، احنا جايين نتغدى مو جايين نتسمم. اكل يا مبارك اكل. عظم الله أجرك نايف شو سوي لك يعني؟ أرقص والعنى؟ جزاك الله خير. عيل وين الوالد؟ أبوي بالغرفة تعبان، إذا ارتفع ضغطه ما يقدر يطلع. أقدر أشوفه؟ لا والله تعبان. شب يعني إحنا يا عيال؟ إيش فيك أنت؟ أنا بعزة يا يعزي الرجال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حجرنا وجرك. جزاك الله خير. جزاك الله خير، حجرنا وجرك. خلاص سيلة مرة ثانية إن شاء الله أشوفه. إذا احتجتوا أي شيء ترى أنا حاضر، أنا عمكم. مشكور ما تقصر، ما نحتاج شيء. أنا ريال عمتكم عدنان. نعم فيك والله. الله ينعم بحالك، ما عليك زود. تلفونك ذبحنا قاعد يهز. شوف أختك يمكن تبي شيء. يلا عن اذنكم. يلا داعي تسلم من احد، روح. انا بعد امشي. ماجورين ان شاء الله. عسى الله عزاكم. جزاك الله خير. ما احب الا رده.